وانتقاد ذاتي. حقيقة عجبت لبعض من القدرة التنافسية أو المركز التنافسي لها بناء اقتصادي يكون له قدرة تنافسية كبيرة، لكن لماذا؟ أنا أعتقد أن الأسباب هي كثيرة. نحن نتكلم عن أشياء حقيقة التبليغ أو الخصخصة أو الزحف أو إلى آخره من المصطلح الاقتصادي. الآن طرح المركز الوطني للتنافسية ولكن تمارس بطرق خاطئة للأسف. هذا المحفل العلمي حقيقة جاء بشراكة حقيقية ما بين مؤسسات الدولة الأكاديمية والتنفيذية. هذه الشراكة جاءت بعد عقد اتفاقية تعاون ما بين جامعة المرقب والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي. خرجنا بأن يتعاون معنا المجلس الوطني في تنظيم النسخة السادسة للمؤتمر العلمي الدولي السادس للكلية، وحبينا في هذه النسخة يعني أن نخرج من الإطار التقليدي بدخول بشراكة مع مؤسسات الدولة، وأيضا اختيار العنوان المؤتمر اجتهدنا حقيقة بأن يكون هذا العنوان يعني له أهمية كبيرة، يخدم المجتمع ويخدم الاقتصاد الدولة، وبالتالي جاء الاختيار على موضوع التنافسية الاقتصادية. وكما نعرف وما أشار إليه المتحدثون في الجلسات الافتتاحية أن حقيقة الاقتصاد الليبي يعاني من يعني تدني في مؤشراته حقيقة، كما أشار الزملاء أن تقريبا آخر تقييم للمؤشرات الدولية اللي تقيم الاقتصاديات العالم من بينها مؤشر اللي يصدر عن صندوق النقد العربي والبنك الدولي، كانت ليبيا حقيقة وهذا شيء مؤسف جدا، كانت ليبيا في مؤشر 186 من أصل 190. وتم إنشاءه وتم بدء العمل من خلال مجلس المنافسة الليبي في النظر في الشكاوى التي وتقليد العلامة التجارية أو إلى آخره. كل هذه حتى نستطيع أن نقول أن هذا القطاع قد أدى الأموال وإدارها في أبواب لا تأتي بحكم. الأستاذ علي النحجوب بيّن أن يجب أخذ معيار البيئة الداخلية من ضمن المعايير الكريم في القطاع الخاص لأن تركز أغلب على التجارة. هو احنا الحقيقة الجلسات العلمية قاعدة في الأول جلسة، ما نقدرش نقيموا الجلسات، ولكن ممكن احنا مشاركين يعني كلجنة تأسيسية لتأسيس المركز الوطني للتنافسية مشاركين في ورقة تعريفية بالمركز. المركز هذا جاء بناء على تعليمات صادرة من رئاسة مجلس النواب للجهة المخولة بتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات اللي هو مجلس التخطيط الوطني، اللي أصدر قرار بتشكيل لجنة لتأسيس المركز الوطني للتنافسية في ليبيا. هذه اللجنة متشكلة يعني من عديد من الوزارات المعنية زي وزارة التخطيط، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الإسكان، والعديد من الوزارات حقيقة. مجلس الوزراء موجود، المجلس التطوير الاقتصادي أيضا موجود، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للمعلومات، كل هذه الهيئات والقطاعات والوزارات موجودة في تأسيس هذا المركز من حيث الاختصاص ومن حيث أن هي صاحبة المصلحة بعدين في تنفيذ هذا المركز على أرض الواقع في ليبيا. سأل لنا أربع مراتب، نحن فتنا الأربع مراتب لأن حتى وأيضا في جله يعتمد على القطاع العام في البلد مقارنة بالخدمة التي تقدم من القطاع العام. أن يكون هناك اهتمام أيضا بالشفافية وزيادة الدراسات العلمية الستة اللاحقة ومن خلال حلقات هي أفضل أو تمتلك من المزايا التنافسية ما يفعل.